أخبار اليوم. شهر رمضان في باكستان. مع دخول اليوم الأول من شهر رمضان المبارك تكاد تتغير معالم باكستان الاجتماعية والثقافية وحتى السياسية. هذا البلد الذي يشكل المسلمون فيه أكثر من 67% من سكانه. فأجواء رمضان العامة تبدو جلية في الشارع الباكستاني من خلال الحشمة والحجام. فمن عادة السيدات الباكستانيات تغطية الرأس عند سماع الأذان حتى لو كانت المرأة غير متحجبة في العادة، ليصبح غطاء الرأس هو العادة في شهر رمضان. إن أبرز ما يميز السلوك الاجتماعي في هذا الشهر الكريم هي برامج الإفطار الجماعية والأسرية في باكستان. فموائد الإفطار عند الباكستانيين تأخذ طابعا مميزا يتميز بها الشهر الفضيل، حيث تزدحم محلات الحلويات قبل الإفطار لتقديم وجبة الإفطار الساخنة والتي عادة لا تصنع في المنازل وإنما تشترى من الخارج، وتتكون من السمبوسة والباكورة وهي عبارة عن خليط من البطاطا وطحين الحمص مع التوابل المقلية والزلابيا وهي سكريات متعرجة مقلية بالزيت، فيما تصنع سلطة الفواكه في المنزل ويقدم كذلك عصير بي بدلا من الماء، وتكون هذه التشكيلة هي من ضمن مائدة الإفطار اليومي الباكستانيين.